عشماوي العنتيل نازل عندكم هنا؟ ايه ايه في ايه؟ انت نازل عندكم؟ ايوه يا باشا. اوضه نمركات، اوضه الدور الثالث، اوضه 323. يلا معتز. خليكم معانا لحد ما نسعفي. تعال معايا. فتحي، هو سراج هيديك فلوس العملية امتى؟ كمان اسبوعين ثلاثة. وليه ده كله؟ قبل ما العميل يجيب الفلوس اللي عنده. بس اسبوعين ثلاثة ده كتير قوي يا فتحي. هو ده النظام. طب وافرض العميل هرب وما جابش الفلوس؟ مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ عشان البضاعة عندي، وانا شرطت على سراج ان انا مش هسلمها له لما استلم منه الفلوس. استريحت؟ خلاص يا فتحي، نستنى. انت قادر، انا همشي. يلا بينا. طب مش عايزين يعمل لكم لقمه قبل ما امشي؟ لا خلاص، توكلوا على الله انتوا. طب تصبحوا على خير. يا فتحي مالك؟ انت مش عاجبني. أنا تعبان يا مالك ومخنوق. أنا عارف وحاسس بيك والله يا صاحبي. أنا عارف إن اللي حصل في العملية اللي فاتت مضايقك أوي. كله إلا الدم يا ماهر. الدم ما بيجيبش من ورا إلا الخراب. والدم أنت ذنبك إيه؟ أنت مالكش أي ذنب في اللي حصل. والناس اللي ماتوا دول كانوا ذنبهم إيه؟ ذنب عيالهم إيه؟ ذنب أهاليهم إيه؟ لو الناس راحوا في شربة مية عشان إحنا السبب، كانوا غلابة بيجروا على لقمة عيشهم.
مفيش سهم. خلاص يا فتحي اهدى، هون على نفسك شويه يا اخي، تبقى تنهار تصبح روعات. ازاي الناس دي هترجع تصحى تاني وترجع لبيوتها وعيالها؟ ساخر يا فتحي، كان لازم اعرف، كان لازم اعرف يا ديربو، انا مش صغير، كان لازم اعرف. بس مش عدها لك يا غنيم، مش عدها لك. بقول لك يا فتحي، انا عايزك تنسى موضوع غنيم ده خالص وترميه ولا ظهرك. مهم انت يعني ما قلتليش ايه موضوع البنت الحلوه اللي احنا قابلناها في الكافيتيريا دي؟ بنت ايه؟ يا فتحي انت لحقت تنساها ولا ايه؟ ولا مش عايز تقول لي؟ ابدا، دي واحده يعني. لا يا راجل، طب انا عارف انها واحده. ايه بقى حكايتك معاها؟ جرايه ماهر، هو تحقيق ولا ايه؟ يا عم فتحي لا تحقيق ولا حاجة، أنا بس كنت ملاحظ إن البت بتكلمك بود شويتين. طيب تعبان ومخنوق بجد، خش رايح وانت بتكل. شكل كده لمست على الوتر الحساس. تكل خلاص ماشي، بس أنا عايز أقول لك نصيحة، لما تخش جوه عشان تنام وتفرد جسمك على السرير اوعى تفكر في اي حاجه تضايقك زي الكلب اللي اسمه غنيم ده. فكر بس في الحاجات الحلوه، فكر في البيت اللي احنا قابلناه في الكافيتيريا اللي هي اسمها ايه. وبعدين مش كفايه بقى مير؟ خلاص يا فتحي ماشي، ماشي يا فتحي همشي انا. معتز روح انت مع شريف وانا هخلص هنا واجي لكم على المستشفى. رايحة فين يا سارة؟ مش هنطمن على شريف يا فندم؟ معتز معايا، تعالي انا عايزك. ايه اللي حصل؟ يا فندم لما انتوا دخلتوا اوضة غنيم فجأة انا وشريف سمعنا صوت جاي من فوق السطوح، طلعنا نشوف في ايه، قال لي استنيني بره وهو دخل قبليا. فجأة سمعت صوت رصاص، دخلت وراه لقيته وقع على الارض وسايح في دمه، طلعت المسدس وضربت على المجرم راح نطت من فوق السطوح. سبتيه يا ساره؟ مش عارفه يا فندم والله، مش عارفه انا لحقت ولا لا، مش عارف. خلاص يا ساره روحي انت دلوقتي، بكره الصبح عايز تقرير مفصل باللي حصل. طب والشريف يا فندم؟ مش شريف هيستريح في المستشفى، اتفضلي روحي ده امر. يلا امين حمدي تعالى بعربيتك وحصلني على المستشفى الشرطه. اطلع من غير كلام. روح يا باشا، روح السلاح يطول. لو مش عايز السلاح يطول اطلع بيا على طول من هنا. حاضر يا باشا. وما تعديش على لجنه ولا كمين. على فين يا باشا؟ طريق السويس. حاضر. خش شمال من هنا. حاضر يا باشا.
ايه؟ في ايه يا سارة؟ مفيش حاجة يا بابا، أنا بس تعبانة مرهقة شوية. تعبانة ايه ومرهقة ايه؟ شكلك بيقول إن في حاجة كبيرة قوي حصلت. طمنيني يا بنتي، ولا أنت شايفة إن السور رضوان كبر وعجز وخرف وما ينفعش تفضفضيله باللي في قلبك؟ متقولش كده يا بابا، ده أنا ماليش غيرك في الدنيا. طيب ما تقولي لي ايه اللي حصل؟ النهارده حصل موقف صعب قوي، اضطريت اضرب نار. تضربي نار على واحد بريء ولا مجرم؟ مجرم طبعا يا بابا، وضرب علينا نار وصاب زميلي وكان عايز يقتله لولا اني اتدخلت وضربته بالرصاص. عفارم عليك يا سارة، عفارم عليكي. هو ده الموقف الصح للضابط الصح، بحس انه لو اتعرض لموقف يحتاج فيه شده ما يترددش، ولازم يعمل الواجب اللي عليه مهما الواجب ده كان صعب عليه، لانه كده بيدافع عن ناس ملهاش اي ذنب. ساره انا فرحان وفخور بيكي، وبقول بعلو صوتي السور رضوان خلف ضابط بطل، السور رضوان خلف ضابط بطل، واللي خلف ما ماتش يا سارة. بس يا بابا الموقف ده كان صعب عليا قوي، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اضرب نار على اي حد. ده ايه الرقه والحنيه دي يا ست سارة؟ انا كده هبدا اغير فكرتي عنك واقول انك منظر على الفاضي. ما تقولش كده يا بابا، انا عمري ما هخذلك، وان شاء الله هعيش حياتي كلها رافع راسك لفوق. ربنا يخليكي ليا يا بنتي. بقول ايه، انت تقومي تاخدي دش سخن وتغيري هدومك على ما اجهز لك لقمه، اصل الحاجه النهارده كانت تعبانه ودخلت تنام، وانا بصراحه مش عايز ازعجها. يلا يا سارة. ياه، هو لسه في حب كده؟ الله يرحمك يا امي وطول في عمرك يا ابويا. طيب متشكرين يا دكتور. شكرا شكرا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، الرصاصه جت في العضل ما اثرتش على رجليه. تمام، هو فايق ولا لا؟ الدكتور اداله بنج عشان يعرف ينام شويه، وطمني قال لي المساله بسيطه خالص، كلها يومين ثلاثه وان شاء الله هيرجع الشغل. كويس قوي. بلغت مامته؟ ايوه، قلت لها ان هو في مأمورين. حلو قوي. يلا احنا بقى نروح، وبكره الصبح نتقابل في المديريه نشوف هنعمل ايه. طيب اوكي. يلا. بس هنا تروح وتربي عيالك وتاكل عيش وتنسى انك شفتني نهائي. يا عم انا نسيتك خلاص، شفتك ولا اعرفك، ربنا يكفينك شرك وشر طريقك. يلا اطلع. ادي يا سيدي الطفايه ومعاها النسكافيه عشان ما تقولش ان انا حرمك من حاجه. شكر. قول لي بقى، مش هترد على سؤالي ولا سؤال صعب؟ فعلا لا خالص، لا سؤال صعب ولا حاجة، بالعكس ده سؤال سهل وإجابته أسهل. أنا لا حنين ولا طيب ولا شهم ولا حتى مدب، كل ما في الموضوع إن أنا زي ما أنا فتحي زدان. ويطلع مين بقى الأستاذ فتحي زدان؟ يهمك تعرفي؟ ما بص بقى يا أخينا، أنا من ساعة ما اتعرفت عليك وأنا لوك 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 عمال أحكي لك عن كل حاجة في حياتي، وأنت ما نطقتش بورا كلمة واحدة، ما أعرفش أي حاجة عنك. صدقيني لما اقول لك ان انا مش لاقي كلام احكيه لك عن نفسي. العب غيرها، مش مصدقك، بالعكس انت عندك كلام كتير قوي ونفسك تتكلم وتفضفض، بس يمكن مش واثق فيا. وارد. وارد جدا، تحصل عادي في احسن العائلات. انت ايه اللي جابك؟
ابدا. حسيت ان انا عملتك المره اللي فاتت بسخافه فقلت اجي اعتذر. حلو، كلام جميل على فكره. طب انت عارف يعني ايه انك تنزل من بيتك وتركب عربيتك وتسوق وتاخد مشوار طويل عريض لحد ما تيجي على هنا عشان تعتذر لي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بحكم الخبره الصغيره قوي ممكن تقول كده انه الانسانه اللي انت رايح لها دي بدت تبقى عندها مكانه حلوه عندك، او 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 حاسس بتأنيب الضمير عشان هو ضايقك فجاي يعتذر لك عشان خاطر يريح ضميره. تأنيب ضمير؟ تأنيب ضمير فعلا. لا، خلي ضميرك بقى يرتاح يرتاح وينام ويشد اللحاف كمان وراه. على فكره انا مش زعلانه، انا بتكلم بتضحك عليا يا ابني. بقول لك انا مش زعلان، وازعل ليه؟ انت اصلا ما غلطتش. انت عملت ايه اصلا؟ انا كل الحكايه واللي فيها انا كان عندي عشم فظيع جدا ان انا من اول ما اتعرفت عليك ان احنا ممكن نبقى اصحاب، وده ممكن ما يحصلش عادي، يعني مش كل الناس ممكن بتصاحبوا وبيبقوا حبايب. يعني انت مش زعلانه؟ طب عيني في عينك كده بصراحه. زعلانه ومفروسه ومتغاظه منك على الاخر. يعني ايه يعني يا استاذ انت ابقى مهتمه بيك كل الاهتمام ده وحضرتك مش حاسس وكانه مفيش اي حاجه بتعاملني بكل برود؟ يعني ايه؟ عارفه يا بني، انا لما دخلت ولقيتك رسمه للصوره دي حسيت احساس غريب قوي. اول مره احس ان حد مهتم بيا، عمري ما حسيت الاحساس ده. عشان كده عودت نفسي ان انا ما اهتمش بحد. ايه يا اخي الانانيه دي؟ دي تبقى عيشة؟ ايه الملل اللي انت فيه ده؟ انا حياتي صعبة ومليانة مشاكل، ويمكن الانانية اللي انت بتتكلمي عليها دي تكتشفي في الاخر انها تضحية. لا معلش ما وصلتش. انا عمري ما ارتبطت بحد ولا قربت من حد دخلته حياتي. عارفة ليه؟ عشان ما يتأذيش، وساعتها عمري ما هسامح نفسي. طب لو قلت لك ان انا عايز اقرب منك وعايز اعرف عنك كل حاجة والقرار في الاخر يكون عندنا، يا اما انفت بجلدي واهرب من الخطر يا اما اكمل واجري بك منه، اديني فرصة. هتخسر ايه؟ بس دي مش فرصة، دي مكاسفة كبيرة ومش محسوبة، وساعتها هتخسري حاجات كتير، وأول حاجة هتخسريها الأمان اللي انتي حاسة بيه دلوقتي. طب أنا هقولك على حاجة يمكن ما تصدقنيش، أنا عمري بحياتي ما حسيت بالأمان قبل كده، ولا عمري حسيت بطعم الدنيا غير بعد ما اتعرفت عليك. ولو سمحت ما تسألنيش ليه وإزاي وإمتى، عشان أنا نفسي ما عنديش رد على الأسئلة دي. انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ حاتم اخويا، استاذ فتحي صديق. اهلا استاذ فتحي، اتمنى اني ما كنتش ضايقتك بالمفاجاه الغلسه دي. لا لا مفيش غلاسه ولا حاجه، انا كده كده كنت لازم امشي عشان ورايا حاجات كتير. طيب هوصلك. عن اذنك. مع السلامه. معلش علشان ما كنتش عارفه ان هو هيجي. لا ده اخوكي بيجي في اي وقت. انا اللي اسف اذا كنت اتسببت لك في مشكله عشان جيت فجاه كده من غير ما اعرف. انت بتقول ده بس. تمام انا استنى. يلا واقف عندك. انت مين وعايز مين؟ انا عايز سيد ريشه. تعرفه؟
كله غنيمة عشماوي العنتيل. اتحرك وخف نفسك يا عمنا وخليك كده هنا لحد ما اجيلك. روح في حته وما رحتش. انت تعالى. انت شيل دي. ايه ده؟ ونم العشماوي بشحمه ولحمه؟ وحشني يا شر خلق الله. ايه مالك؟ مش قادر اصلا. انا قلت برضه ما يجيبكش عندنا الا الشديد القوي. ايه اللي حصل؟ نقعد نرغي بقى لحد ما دم يتصفى. يا سيد معاك حق، مش اصول تبقى بس حد يكون اطرى كده ولا كده. وانا الهوا الفاكر مش تلاش عم غنيه. ما تلاش، احنا عندنا هنا كل يوم في مصيبه. يلا ترن عشان تمسحها بسرعه بسرعه. الف سلام عم غنيه. ايه اللي جابك؟ في يا كرم في ناس ان احنا اخوات ولا ايه؟ اخوات؟ ما انت اللي دايما الناس الحكايه دي، تغيب تغيب وما تظهرش غير لما تكون عايز حاجه. طيب وده ليه معنى كبير قوي؟ اني ماليش في الدنيا دي غيرك انت وبس. بعدين هو كويس اني جيت اطمنت عليكي. وعلى فكره الجدع اللي اسمه فتحي ده شكله راجل محترم كده وابن ناس، بس يا ترى جاي ناوي على ايه؟ جواز ولا صحوبيه؟ واوعي تقولي لي انه جاي يترسم، ده حتى هيبقى عيب قوي بعد اللي انا شفته ده. احترم نفسك وانت بتكلمني يا حاتم، ولا انت هتجيب الاحترام منين؟ ما كده الزفت اللي انت بتشربه ده اللي حاسلك دماغك. انت اكتر واحده عارفه انا باخد الزفت ده ليه. لا مش عارفه، ممكن تعرفني؟ عشان انسى مشاكلي وهمومي وارميها ورا ظهري. وانت فاكر الزفت اللي انت بتاخده ده هيساعدك انك تنسى مشاكلك؟ اه على الاقل بيساعد. حاتم يا حبيبي، انت عشان تحل مشكلتك ما عندكش غير حل واحد بس، انك تفوق لنفسك وتلاقي شغلانه كويسه وتشوف مستقبلك. في يا كارما، انا مش جاي اسمع منك نصيحه فارغه وكلمتين لا اود ولا اجيبه. بعدين انت عارفه كويس قوي انا لو لقيت فرصه قدامي مستحيل اضيعها ابدا. وانت هتشوفها ازاي وانت بتنايل على عينك كده؟ بقول لك ايه، ما تسيبك من الكلام ده وخليني في اللي انا جاي عشانه. عايز فلوس؟ اه وضروري جدا كمان، ومبلغ محترم احسن مديون لطوب الارض والفلوس اللي معايا مش هتكفي. ما انت اكيد مديون لتجار المخدرات، قاطعين عنك التموين لحد ما تدفع لهم اللي عليك. ما بلاش للسوق ده يا كارما، ولو كنت انت كمان مفلسة انا ممكن اقعد معاك يومين ثلاثة كده لغاية لما ادبر اموري واخلص من الديانة. تدبر امورك وتخلص من الديانة؟ ولا تفضطني معاك اكتر واكتر في مشاكلك اللي ما بتخلصش؟ ده ايه يا اخي ايه؟ ما بتتعبش؟ انا زهقت منك. اهم خدهم كلهم مش عايزاهم. واسمعها مني كلمة يا حاتم، الزفت اللي انت فيه ده نهايته وحشة قوي قوي. ربنا ما يحرمني منك يا اختي يا حبيبتي ولا من نصايحك الحلوه دي. وبيسلميلي على الجدع اللي اسمه فتحي. مش اسمه فتحي برضه؟ يلا سلام. خلي بالك هذا ترين منك لو ساعة الزمن وراجع على طول. على مال على مال. السلام عليك يا صاحبي. الله يسلمك. خلاص هالت هيوصلنا. الله يحفظك. نور تحفظك. خش. ألف سلام عليك يا صاحبي. الله يسلمك.
عم شد حيلك امال، ده حته جرح في الخفيف كده. بكره نظبط لك الدنيا دي مع عند دكتور كويس كده. ربك ستر، لو كانت الرصاصه رشقت كانت جابت اجلي. عمر الشقي بقى يا صاحبي. ما قلتليش يا غنيم. مين اللي ضرب عليك نار؟ سيبنا اهلي اخد نفسي وهرسيك على الدور كله يا سيد. ماشي يا عم غنيم، بس انت ليك وحشه. بص بقى، انا عايز اشرب كده وشد وطلع من خشيشك عشان تنسى الوجع والقرف ده كله، وانا بكره ان شاء الله كده اجي لك على رواقه ونحكي. حسيس انت ده سيد تلميذك يا شر خلق الله.